أهنيك أول شيء، أهنيك صراحة على حصولك على عدة من الألقاب الجميلة، ومنها أفضل صانع محتوى طبي بالعالم العربي في وقت وجيز، وما شاء الله. إيش الأشياء المساعدة؟ وعطنا إيش الألقاب اللي حصلت عليها يا دكتور؟ شكرا لك، شكرا دكتور بدر. افضل صانع وافضل صانع محتوى طبي في العالم العربي، هذا فخر لي وشهاده كبيره جدا 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 لي، لانه لما يكون الشخص يعمل محتوى طبي ويفوز بهذا اللقب فهو جدير، لانك انت في الطب في شيء كثير الناس تستفيد منه، وفي شيء كثير الناس تستمتع فيه، فبالتالي لما توصل لهذا اللقب فانت مبسوط فيه. فهذا اللقب يعني لي شيء كبير، لانك انت في كثير من الاطباء اللي يتكلموا، في كثيرين من الناس اللي هذا، لكن انا كنت اول صانع محتوى في اليوتيوب، واول طبيب يحصل على درع اليوتيوب الذهبي. طبعا انك انت تنشر في مقاطع، ممكن تنشر مره اثنين ثلاثه، لكن على مجال 10 سنوات انه كل مقاطعك تكون ترند والناس تحبها، لانه بسيطه. هذا شعاري من الاساس، انه كان الطب ببساطه، كل ما انت بسطت الامور كل ما الناس فهمت. الناس مو مستعده انها تاخذ معلومه صعبه، تبغى شيء بسيط وانه يوصل للمضمون، وخصوصا الناس لما تنحف معانا وتوصل للوزن اللي تبغاه وتحقق الرشاقه ويخفف من الكوليسترول والضغط والسكر، فالناس كثيره تنبسط في هذا اللقب. في اشياء ثانيه كثير القاب، لكن انا افضل صانع محتوى طبي بالنسبه لي هذا لقب افتخر فيه. يا ليت تعطينا ايش اللي حصلت عليها عالميا وعلى مستوى العالم. محبه الجمهور هذا افضل لقب والله. شوف يعني سبحان من اعطاك القبول يا دكتور محمد. انا من المحبين والله. انا من المحبين له ومن المتابعين له. يا سلام يا سلام. على طول لما اعطيت الاستاذ احمد، استاذ حسن، تواجدك معنا فرح ورحب، وانا كذلك اكثر بما ان معنا الاستاذ حسن.